يعني لابد من وجود الجسم والصفة، الجسم والصفة. وقوله من انتقل يعني به انتقال العرض، يعني العرض لا ينتقل لأنه ملازم للجرم، ملازم للجسم. يعني البياض لا ينتقل، العدم لا ينتقل، الحدوث لا ينتقل، السكون لا ينتقل، إنما هو قائم بإيه؟ قائم بالجسم نفسه بالعرض. وقوله ما كمنا يعني به نفي كمون العرض وظهوره، يعني اجتماع الضدين، الحركة والسكون مثلا لا يجتمعان، فاكتفى بأحد المتقابلين وهو الكمون عن الآخر وهو الظهور. وقوله من فك يعني به إثبات ملازمة الأجرام للأعراض. وقوله لا عدم بلا النافية، والتقدير لا عدم ثابت لا حين من استحالة الحوادث التي لا أول لها، استحالة حوادث لا أول لها، لأن كل ما سوى الله فهو حادث، كل ما سوى الله فهو حادث. ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يقول بأن هناك من المخلوقات لا أول لها، لا يجوز، لأن هذا لله تبارك وتعالى فقط. الذي لا أول له هو إيه؟ هو الله تبارك وتعالى وليس شيء سواه. بسم الله. ثم قال قوله لو لم يكن القدم وصفه لزم حدوثه دور تسلسل حتم. لو لم يكن القدم وصفه لزم حدوثه دور تسلسل حتم. لا ما تعديش كده، عشان التصوير ما تعديش كده، بلف مرة. لو لم يكن القدم وصفه لزم حدوثه دور تسلسل حتم. شرع الناظم في ذكر براهين بقية الصفات المتقدمة قائلا في برهان كل منها لو لم يكن كذا لزم كذا، لبراهين عقلية منطقية، ولو كان كذا لزم كذا. وعن ذلك عبر بالقضايا في البيت الخامس والجزء الأول من كل قضية، وهو قوله لو كان كذا يسمى مقدما، والثاني وهو قوله لزم كذا ونحو يسمى تاليا. المقدم والتالي، المقدم والتالي النتيجة، يعني هذه هي القضية المنطقية، المقدم التالي النتيجة. فذكر في هذا البيت دليل اتصافه سبحانه بالقدم. وأنه تعالى لو لم يكن موصوفا بالقدم لزم حدوثه، لو لم يكن سبحانه متصفا بالقدم لزم حدوثه. وإذا كان حادثا افتقر إلى محدث، افتقر أي احتاج إلى محدث، لما عرفت قبل في حدوث العالم، ثم محدثه يفتقر أيضا إلى محدث، وهكذا. فإن انتهى العدد وانحصر لزم الدور، فيلزم أن يكون الأول الذي انتهى إليه العدد إنما أوجده بعض من بعده ممن تأخر وجوده عنه، فيكون سابقا عليه في الوجود متأخرا عنه،
وذلك لا يعقل. يسموه ايه الدولة، لانك تصل الى ما لا نهاية. يعني تفضل تقول ايه هذا شيء محدث لا بد له من محدث، والمحدث لا بد له من محدث، لو وهكذا الى ان تصل الى ما نهاية. يسموه الدور والتسلسل، الدور والتسلسل، يعني هذا يسلمك الى هذا الى ما لا نهاية. يبقى لابد في النهاية ان تصل الى ايه محدث ليس له محدث، وهو الله تبارك وتعالى، إن هو الأول فليس شيء قبله سبحانه وتعالى. كل هذه البراهين العقلية للرد على الملاحدة، للرد على الملاحدة. قال وإن لم ينتهي العدد بل تسلسل إلى غير أول لزم وجود ما لا نهاية له عددا، والفراغ من ذلك فيما مضى، وذلك لا يعقل، إذ ما لا نهاية له من الأعداد كأنفاس أهل الجنة وأزمنتهم ونعيمهم، لا يسعه إلا المستقبل بأن يوجد فيه شيء بعد شيء أبدا. وأما أن يوجد في الحال والمضي فلا يعقل، فلو لم يكن تعالى قديما لكان حادثا، ويلزم على حدوثه تعالى الدور والتسلسل، وهما محالان، وما أدى إلى المحال أي أدى إلى المستحيل فهو مستحيل. وقوله دور مبتدأ نكرة سوغ الابتداء به التقسيم، وتسلسل دور تسلسل معطوف عليه بحذف العاطف وهو أو وحذفها قليل، وجملة حتم خبر دور وما عطف عليه، وفي الكلام حذف متعلق، حذف متعلق إذ به ترتبط الجملة بما قبلها، هذا نحو يعني. والتقدير دور أو تسلسل تحتم عليه أي على الحدوث، فكأنه يقول لو لم يكن القدم وصفه لزم حدوثه، ويترتب على الحدوث الدور والتسلسل، هذا محال. ثم قال الشيخ تنبيه، وكما يجب وصف ذاته العلية بالقدم فكذلك صفاته السنية. انظر برهانه في الكبير، وقوله لو أمكن الفناء لانتفى القدم، لو ماثل الخلق حدوثه انحتم. لو أمكن الفناء عليه سبحانه لانتفى القدم، لانتفت صفة القدم عنه سبحانه وتعالى. لو ماثل الخلق حدوثه انحتم، أي لو شابه الخلق كان إيه حادثا مثلهم، وهذا طبعا أمر مستحيل على الله تبارك وتعالى. قال ذكر في هذا البيت دليل وجوب اتصافه تعالى بالبقاء، يعني كما أن الله يجب له القدم يجب له البقاء، بمعنى الأولية والآخرية، الأول والآخر، القدم والبقاء. والمخالفة للحوادث، ودي يسموها العلماء صفات سلبية، صفات سلبية، القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية. دول خمس صفات، كل صفة طبعا بتسلب شيئا عن المولى سبحانه وتعالى، فالقدم بيسلب الحدوث، البقاء يسلب العدم، المخالفة للحوادث تسلب المشابهة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
الوحدانية تسلب التعدد، تسلب التعدد، لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فذكر في هذا البيت دليل وجوب اتصافه بالبقاء والمخالفة للحوادث، وذلك أنه لو أمكن أن يلحقه تعالى الفناء الذي هو ضد البقاء لانتفى عنه القدم، لكون وجوده تعالى على هذا التقدير يكون جائزا لا واجبا، لصدق حقيقة الجائز حينئذ على ذاته العلية، وهو ما يصح في العقل وجوده وعدمه اللي هو الجائز. فتكون الذات العلية على هذا التقدير الفاسد يصح وجودها ويصح عدمها، فيكون وجودها جائزا لا واجبا. وهنا قلنا طبعا من الصفات الذاتية، صفة ذاتية واحدة بس، من الصفات الذاتية الواجبة لله الوجود، دي صفة واحدة ما فيش غيرها، صفة ذاتية واحدة، وخمس صفات سلبية، وسبع صفات معاني، وسبعة معنوية. هذه جملة الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى، 20 ايه؟ 20 صفة، 4 7 و7 14، و5 19، وصفة الوجود الذاتية يبقى كده 20 ايه؟ 20 صفة واجبة لله تبارك وتعالى. قال: وإذا كان وجودها جائزا كعدمها افتقرت إلى محدث، لأنها أخذت صفة الحادث، لما تقدم من استحالة حدوث الأكوان بنفسها، فينتفي عنها وصف القدم. ثم ننقل الكلام إلى ذلك المحدث، فيفتقر أيضا إلى محدث ويلزم الدور والتسلسل كما مر. وكذلك لو لم يتصف سبحانه بالمخالفة للحوادث بأن ماثل شيئا منها لوجب له تعالى من الحدوث ما وجب لذلك الشيء، أي الحادث يعني، وذلك باطل لما عرفت بالبرهان القاطع من وجوب قدمه تبارك وتعالى وبقائه. وبالجملة لو ماثل تعالى شيئا من الحوادث لوجب له القدم لألوهيته والحدوث لفرض مماثلته للحوادث، يبقى وجب له القدم والحدوث، وهذا طبعا ايه؟ مستحيل. وذلك جمع بين متنافيين، يعني كيف يكون قديما وحادثا، فإذا ثبت له القدم لابد أن تثبت له المخالفة للحوادث. وقد استدل الناظم على وجوب البقاء والمخالفة للحوادث له تعالى ببطلان نقيضيهما وهو الحدوث، وإذا بطل نقيضهما تعين قوله: لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر. لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر سبحانه وتعالى. ذكر في هذا البيت دليل وجوب اتصافه تبارك وتعالى بالاستغناء عن كل ما سواه، هي صفة القيام بالنفس، القيام بالنفس. ومعنى القيام بالنفس الاستغناء عن الغير سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالغنى هنا معناه إيه؟ معناه عدم الاحتياج إلى الغير، عدم الاحتياج إلى الغير.
ويعبر عنه بالقيام بإيه؟ بالنفس. ودليل الوحدانية، وقد تقدم أن القيام بالنفس عبارة عن استغنائه تعالى عن المحل والمخصص. الله تعالى غني عن المحل وعن المخصص، ولذلك لا يجوز إثبات المكان لله تعالى، لأنه منزه عن الجهات الست، منزه عن الجهات الست: الفوق والتحت واليمين واليسار والقدام والخلف. هو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ليه؟ قال لأنه خالق الجهات، خالق الجهات، فالجهات دي حادثة خلقها الله تبارك وتعالى، فهو منزه عنها، لا يوصف بأن له مكانا. لا يوصف بأن له مكانا سبحانه وتعالى. فمعنى الغني استغناؤه عن المحل والمخصص. ليه؟ لأنه لا يعلم الله إلا الله، لا يعلم الله إلا الله. سيدنا أبو بكر قال هذا: لا يعلم الله إلا الله، وترك الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك. ترك الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك. وذكر هنا أنه لو لم يجب وصفه تعالى بالغنى، أي الغنى عن المحل والمخصص، لزم افتقاره لهما، وافتقاره تعالى لهما محال، فعدم وجوب استغنائه عنهما محال أيضا، ووصفه بالغنى عنهما واجب، الغنى عن المحل والمخصص. وبيان استحالة افتقاره تعالى إلى محل أي ذات أو مخصص، أنه لو افتقر إلى ذات يقوم بها لازم أن يكون تعالى صفة، إذ لا يقوم بالذوات إلا الصفات، ولو كان صفة ما اتصف بصفات المعاني. وبيان استحالة افتقاره تعالى إلى المحل أي ذات أو مخصص، يعني الله تعالى لا يوصف بأنه جسم، لا يوصف بأنه إيه؟ جسم، لأن الجسم هو الذي يحل في مكان، ويحتاج إلى مخصص اللي هي الصفة. لأنه لو افتقر إلى ذات يقوم بها لازم أن يكون تعالى صفة، لأنه الذات والصفة يعني لابد منهما، وهذا من صفات الحوادث. إذ لا يقوم بالذوات إلا الصفات، يعني الأجسام لابد لها من صفة، ولو كان صفة ما اتصف بصفات المعاني ولا المعنوية. ومولانا تعالى يجب اتصافه بهما، صفات المعاني، وهو إيه؟ أنه القادر، العالم، المتكلم، السميع، البصير، المريد سبحانه وتعالى. فليس بصفة، ولو افتقر إلى مخصص أي فاعل يخصصه ببعض ما يجوز عليه لكان حادثا. فالذي يحتاج إلى المخصص هو الإنسان أو المخلوق يعني. فيفتقر إلى محدث فيلزم الدور والتسلسل كما تقدم في برهان القدم. وألف الغنى
لو لم يجب وصفه، لو لم يجب وصف الغنى له افتقر. قالوا ألف الغنى للعهد أو المعهود، الغنى المطلق المتقدم. ثم ذكر أيضا أنه لو لم يكن واحدا في ذاته وصفاته وأفعاله كما تقدم لما قدر على إيجاد البشر أو على إيجاد شيء من الناس ولا من غيرهم. والفرض أنه تعالى الموجد لكل العوالم كما قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. فهو إذن واحد، وبيان ذلك أنه لو قدرنا وجودا له آخر فأكثر، فأراد أحدهما وجود إله آخر، يعني لو قدرنا معه إلها آخر، تعالى الله عن ذلك، لو قدرنا وجود إله آخر فأكثر، فأراد أحدهما إيجاد ذات وأراد الآخر استمرار عدمها، فلا جائز أن تنفذ إرادتهما معا، لأنه يجتمع الوجود والعدم، واحد أراد الإيجاد وواحد أراد العدم، فلا يمكن أن تنفذ إرادتهما إيه معا، وإلا لازم أن إيه لازم إيه اجتماع الضدين اللي هو العدم والحدوث. ولا بد من نفوذ إحدى الإرادتين، إحدى الإرادتين، فمن لم تنفذ إرادته ليس بإله لأنه عاجز، ومن نفذت إرادته إن كان مماثلا للآخر فليس بإله الذي لم تنفذ إرادته، لأنه لا يجوز عليه ما جاز على مماثله من العجز، لأن احنا بنقول ده إله، فالإله لا يكون عاجزا. وإن كان غير مماثل فهو الإله الحقيقي، هذا إذا اختلف، إذا اختلف في الوجود والعدم لشيء ما. وكذا يلزم العجز إذا اتفق أيضا، لاستحالة وجود أثر وأثر واحد من مؤثرين، يعني المؤثر لا يكون إلا واحدا، فالشيء المخلوق يعني لا يؤثر فيه إيه شيئان إلهان، يعني لأن الإرادتين إذا توجهتا إلى ما لا يقبل الانقسام من عرض أو جوهر أو جوهر فرد، فلا يمكن أن تنفذ فيه إلا إرادة واحدة. ويأتي ما سبق. وأيضا فاتفاقهما ليس واجبا بل هو جائز، فيجوز اختلافهما. ويأتي ما تقدم أيضا، وقد بينا في الشرح الكبير أن قول الناظم لما قدر دليل إيه على الوحدانية، دليل لا وجه الوحدانية الخمسة، وهي نفي الكم المتصل والمنفصل في الذات، ونفيهما في الصفات، ونفي الشريك في الأفعال كما تقدم في صفة الوحدانية. ثم قال لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما، لو لم يكن حيا مريدا قادرا، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا
لما رأيت عالما. ذكر في هذا البيت دليل وجود اتصافه بالقدرة والإرادة والعلم والحياة اللي هي صفات المعاني، فأخبر أنه لو لم تجب له تعالى هذه الصفات لكان عاجزا سبحانه وتعالى. فلا يوجد أو فلا يوجد شيئا من العوالم، والعوالم موجودة. إذن فالله تعالى حي عالم قادر مريد سبحانه وتعالى. فهو تعالى غير عاجز، ودليل ذلك أنه تقرر عند أهل السنة أن تأثير القدرة الأزلية موقوف على إرادته تبارك وتعالى، لأن الإرادة هي التي تخصص في الأزل، والقدرة توجد، لكن في الوقت الذي خصصته الإرادة. الإرادة تخصص والقدرة توجد. تقرر عند أهل السنة أن تأثير القدرة الأزلية موقوف على إرادته تعالى، لذلك الأثر فلا يوجده تعالى بقدرته أو يعدم بها إلا ما أراد وجوده أو إعدامه. يعني هما صفتان متلازمتان، يعني ما أراده الله أوجدته القدرة، والقدرة لا توجد ما لم يرده الله تبارك وتعالى، فهما متلازمان. وإرادته تعالى لذلك الأثر موقوفة على العلم به، على العلم، العلم الايه؟ الأزلي، يعني من قبل، كمان من قبل الإرادة يكون العلم، فبناء على هذا العلم تخصص الإرادة، وبناء على الإرادة تخصص توجد القدرة، وهكذا ايه التسلسل. لاستحالة القصد إلى إيجاد شيء غير معلوم، والاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم موقوف على الاتصال بالحياة، إذ هي شرط فيها. ولذلك القرآن قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، إذ هي شرط فيها. والحياة شرط في وجوده سبحانه وتبارك وتعالى، ووجود المشروط بدون شرطه مستحيل. فإذا وجود حادث، أي حادث كان، موقوف على اتصاف محدثه بهذه الصفات: العلم، الإرادة، القدرة، الحياة، موقوف على اتصاف محدثه بهذه الصفات الأربع. فلو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث. ولذلك قال لما رأيت عالما، لما رأيت عالما، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. يعني لابد من اتصافه بهذه الصفات الأربع حتى يوجد العالم سبحانه وتعالى.